السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. ورجعنا لكم تاني يا أحبابنا الكرام في مقطع وفيديو جديد. بنتكلم النهاردة بفضل الله سبحانه تبارك وتعالى عن الرؤية الصادقة، الرسالة الربانية، الرؤية الصحيحة. هل لها وقت معين بالليل أو بالنهار؟ هل الرؤية أصدق الرؤى قبل صلاة الفجر ولا بعد صلاة الفجر؟ وهل من نام قبل صلاة الفجر ورأى رؤية أو رأى منام ثم استيقظ على أذان الفجر، هل هذا دليل على أن الرؤية صادقة أو على أن الرؤية صالحة أو أنها رسالة صحيحة من الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ الكلام بفضل الله عز وجل بالتفصيل. أما عبد الله بن عباس رضي الله عنه فكان يضرب أولاده بعد صلاة الفجر إذا ناموا. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان يضرب أولاده إذا ناموا بعد صلاة الفجر، وكان يقول لهم أتنامون الصبح، وكان يقول لهم مرارا وتكرارا ألا يكفيكم رقدة القبر نوما؟ انتوا هتناموا في القبر كتير، انتوا ما زهقتوش من النوم في الدنيا؟ فكان يقول ألا يكفيكم رقدة القبر نوما. كمان يا أحبابنا الكرام النوم بعد صلاة العصر، إذن فالنوم بعد صلاة الفجر مكروه لفعل صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال بورك لأمتي في بكورها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معظم العلماء اللي حفظوا القرآن كان بيحفظوه وقت صلاة الفجر. السر بقى يعني حاجة عجيبة جدا، أي عمل إذا كان طالب يذاكر بعد صلاة الفجر مباشرة فاللي بيذاكره ما ينساهوش. أي شيخ أي عالم يحفظ القرآن بعد صلاة الفجر في هذا الوقت مباشرة فلا ينسى حفظ القرآن، ففعلا وقت فيه بركة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم للأمة في هذا الوقت، بورك لأمتي في بكورها. كمان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسناء مقدار رمح أو رمحين فله أجر حجة تامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فده وقت طاعة، وقت أذكار صباح ومساء، وقت فيه بركة فلا يضيع العبد في النوم. إذن فالصحابة من كلامهم أن النوم بعد صلاة الفجر مكروه، كذلك النوم بعد صلاة العصر. في حديث، الحديث ده صراحة بيخوفني أنا واحد من الناس، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث من نام بعد صلاة العصر ومسته الشياطين فلا يلومن إلا نفسه. طب ليه بيقول كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن وقت اللي بعد صلاة العصر ده وقت العشي، وده وقت انتشار الشياطين، يعني لنا النهار ولهم الليل، فهم معانا عكس عكاس، يعني احنا ننام بالليل هم يصحوا بالليل، احنا نصحى بالنهار هم يناموا بالنهار. لكن وقت انتشار الشياطين امتى؟ الوقت اللي بين صلاة العصر وبين صلاة المغرب. وكان سيدنا النبي علمنا ان احنا نجمع الاطفال من الشوارع في هذا الوقت حتى لا تمسهم الشياطين. اذا ففي فعل الصحابة وقول النبي صلى الله عليه وسلم فالنوم بعد صلاة الفجر مكروه والنوم بعد صلاة العصر مكروه. طب نرجع للموضوع بتاعنا بقى. طب اللي هل الرؤية بعد صلاة الفجر تتحقق أم أن أصدق الرؤى التي تكون في الثلث الأخير من الليل؟ العلماء بيردوا علينا في القول دوت
منهم البخاري رحمه الله في باب الرؤيا يقول رؤيا الليل والنهار، رؤيا الليل ورؤيا النهار الاثنين زي بعض. ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. طيب يبقى الرؤيا بصفاتها لا بوقتها، يبقى الرؤيا بصفاتها، جمعت صفات الرؤيا يبقى صحيحة في أي وقت كانت، قبل صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر، بعد صلاة العصر. أحد العلماء يقول كلام جميل. طيب يقول حتى لو أن الرجل ركب قطارا أو طائرة أو ركب باص أوتوبيس ونام 5 دقائق فرأى شيئا أثناء النوم، الشيء ده بالتفصيل بقى بصفاته، صفات الشيء اللي هو شافه ده في الصفات الثلاثة اللي هي تتجمع في الرؤية الصحيحة والرؤية الصادقة والرسالة الربانية، إن هو يقوم من النوم يتذكرها كفلق الصبح، ما ينساش منها ولا حرف. كمان الأمر الثاني إنها تحتوي على رموز. الأمر الثالث والأهم إن هي بتقول حدوتة، لأن قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الرؤيا بعالمين. أضغاث يعني اختلاجات، اختلاجات. قال خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، ضغثا يعني هياخد أنواع من الحشيش مختلفة من النباتات اللي بتخرج في الأرض مختلفة، قال له اعملها حزمة كده 100 عود واضرب بيهم زوجتك مرة واحدة، يبقى أنت كده وفيت بالقسم. إذن فالأضغاث هي الاختلاجات، طلعت ونزلت وقابلت. والرؤية ليست بطول المنام. واحدة تقول لي لا ده أنا بقول لك الرؤية كده بتفصلها، يا ست كتير قوي كده تقول لك لا يمكن في حاجة مفيدة تنفع في تفسير الرؤية. الرؤية إذا طالت كانت أقرب إلى الأضغاث، الرؤية لو طالت تبقى أقرب للأضغاث وليست للرؤية الصالحة. فالرؤية الصالحة في قصة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، الرجل اللي مع سيدنا يوسف داخل السجن قال إني أراني أعصر خمرة، خلاص كلمتين الرؤية انتهت، إني أراني أعصر خمرة، شايف نفسه بيعصر عنب بيعملوا خمرة، بس هو ده اللي شافه. في يوم من الأيام والله الذي لا إله غيره رأيت في المنام أني ألبس عمامة، بس خلاص هي دي الرؤية، شايف نفسي في الرؤية لابس عمامة، خلاص انتهت الرؤية. قال إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، بس خلاص الرؤية انتهت، مش نزلت وطلعت وقابلت واشتريت ورميت وديتها ظهري وديتني ظهرها، لا 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 لا. فإذا طالت الرؤية فهي أقرب للأضغاث من الرؤية الصالحة. يبقى إذن الرؤية بصفاتها إذا احتوت على الصفات، كانت بعد صلاة الفجر، كانت قبل صلاة الفجر، كانت في النصف الأخير من الليل، كانت في منتصف الليل، كانت في وقت القيلولة، كانت بعد صلاة العصر، في أي الأوقات. فالعلماء بيقولوا الرؤية بصفاتها وليست بوقتها، فتصدق رؤيا الليل وتصدق رؤيا النهار. إن كان لنا معكم لقاء إن شاء الله سبحانه تبارك وتعالى، نقول إيه أسباب الرؤى المزعجة أو إيه أسباب الأحلام المزعجة. نراكم على خير، نتمنى من الله سبحانه تبارك وتعالى إن أنتوا تكونوا استفدتوا من فيديو اليوم، لو عجبكم يا ريت تعملوا له لايك، نشير الخير ده مع الناس حتى تعم الفائدة. كمان اللي بيشوفني لأول مرة يا ريت يعمل اشتراك، يشرفني بالاشتراك في هذه القناة المتواضعة، يفعل خاصة الجرس ويختار منه الكل حتى يأتيه إشعار بكل ما هو جديد. إلى لقاء آخر ومقطع آخر، أترككم في رعاية الله وأمنه، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.